الأخيرة لمقابلة منتخب نيوزيلندا. لدينا صافرة من الأوزبكستاني رافشان إرماتوف. تعلن بداية المباراة الأخضر السعودي اليوم باللون الأبيض الكامل. يبدأ شوط المباراة الأول في الجهة اليمنى من الشاشة وبالأحمر الكامل المنتخب البحريني في الجهة اليسرى من الشاشة. ترقب في الشارعين السعودي والبحريني وأرضية الملعب مباراة اليوم طبعا مباراة لاعبين لا شك في ذلك. لدينا محاولة كرة ملعوبة في البداية الأولى. حسين عبد الغني الذي كان في خط الوسط في المباراة الأولى ولكنه يعود للجهة اليسرى من الدفاع قائد المنتخب السعودي والنجم الذي وقع قبل أيام ليست بالبعيدة للنصر العالمي لأن يكون قائد المنتخب السعودي هو طبعا الضيف الجديد على الفريق السعودي الكبير نادي النصر. بداية سريعة جدا متوقعة جدا معتادة جدا لمباراة التعادل اللي حدث في المباراة الأولى قبل 4 أيام. التعادل بدون أهداف لا شك أنه النتيجة الغير مرغوبة من جانب السعودي من جانب البحريني والرأسية الأولى كانت عن طريق أيضا أحد الجدد الذين يدفع بهم بسيره في مباراة اليوم عبد اللطيف الغنام. عبد اللطيف الغنام طبعا لاعب الهلال هو اللاعب الذي كان موجودا في الكرة الماضية تقدم وسدد بالرأس والكرة مرت لتكون محاولة أولى في المباراة. هذه محاولة عبد اللطيف الغنام يبدأ مباراة اليوم والبداية بحرينية الآن للأمام والكرة ملعوبة وخطأ موجود خارج منطقة الجزاء مباشرة لمنتخب مملكة البحرين. محمد حبيل اللاعب الذي تقدم والعرقلة بالفعل حاضرة كانت موجودة من جانب أيضا لاعب المنتخب السعودي ولدينا خطأ في المكان الخطير. طبعا حسابات المباراة حسابات من يسجل ومن يتأخر ومن ومنتخب البحرين يسجل في مباراة اليوم فإن التعادل بأي نتيجة طبعا تصل به لمقابلة نيوزيلندا. بعد التعادل السلبي في المباراة الأولى لدينا محاولة فوزي عايش على تنفيذ ضربة حرة مباشرة لمملكة البحرين أمام المرمى السعودي في مكان بالفعل خطير. كرة ملعوبة والحارس المرمى وليد عبد الله أبعدها. اللعبة الماضية كانت مباشرة من جانب فوزي عايش والقراءة كانت ممتازة للحارس السعودي الممتاز وليد عبد الله صاحب 23 سنة و23 مباراة دولية طبعا أولها ضد الإمارات في عام 2007 في مباراة ودية يوم أن فاز السعودي على شقيق الإماراتي وديا بهدفين نظيفين. حسين بابا وعبد اللطيف الغنام طبعا يراقب رجل لرجل لأن حسين بابا متقدم والسيد محمد عدنان متقدم ووليد عبد الله صاحب الاختبار الأول في المباراة والآن اختبار ثاني لوليد عبد الله والمنتخب البحريني. يبدأ المباراة للأمام والكرة ملعوبة وهذه خطيرة ولا زالت موجودة لكن أيضا مرة عالية. أمسية الرياض أمسية الرياض هي سعيدة مثلا لأصحاب الأرض لسكان الرياض لسكان المملكة أن تكون سعيدة لضيف البحريني الممتاز. كرة ملعوبة الآن وناصر الشمراني في المكان الخطير وفرصة هدف ملعوبة لكن التألق لسيد محمد جعفر. سيد محمد جعفر من أمام ياسر القحطاني من أمام ياسر القحطاني فرصة هي الأخطر في المباراة هي الأخطر في المباراة للمنتخب السعودي لكن مباراة مفتوحة من جانب المنتخبين مباراة مفتوحة من جانب المنتخبين والمباراة الأولى كذلك كانت مفتوحة في المنامة ولدينا يا ناصر الشمراني بالفعل في بداية ممتازة جدا لهذه المباراة. السعودي في آخر 3 مناسبات رسمية ما سجل ولا هدف يعني أمام كوريا الجنوبية في سيول ما سجل أمام كوريا الشمالية في هذا الملعب مباراة الحسم الوصول إلى كأس العالم السعودي كان بحاجة إلى هدف لكنه ما سجل. وفوز المنتخب البحريني ظهر في 5 مناسبات جمعت الفريقين 44 هدف لمنتخب المملكة العربية السعودية سجلت في المجمل العام في المرمى البحريني مقابل 24 هدفا سجلت للمنتخب البحريني في لقاءات البلدين في المرمى السعودي. الكرة ملعوبة الآن محاولة موجودة رمي تماس لفائدة المنتخب البحريني. الكرة الأمام موجودة الكرة الآن عن طريق ناصر الشمراني انطلاق لياسر القحطاني والقحطاني لمسه للأمام كرة خطيرة
يتقدم الآن، يتقدم الآن. الكرة في الأساس ملعوبة صح، ملعوبة صح. عبد الرحمن القحطاني يتابع من الخارج سعيد، والكرة ملعوبة صح، ملعوبة. أولا لمسة ملعوبة للأمام. وهنا ماجد المرشدي، طبعا بقية لاعبي المنتخب السعودي اليوم خارج القائمة، لكن ناصر الشمراني، يا سلام لمسة محمد نور، لمسة محمد نور ومتابعة ناصر الشمراني. نلاحظ أن الشمراني بدأ الهجمة، الشمراني بدأ الهجمة ويكافئ بعد ذلك على التقدم للأمام. الشمراني اللي بدأ الهجمة من وسط الملعب البحريني، تقدم للأمام، أرسل الكرة إلى ياسر القحطاني، القحطاني التمريرة بعد ذلك إلى محمد نور، ومحمد نور إلى الأمام في المكان الممتاز، وبالتالي يتقدم السعودي على شقيق البحريني بهدف نظيف، هدف نظيف. خلاص ما عاد في الآن أوقات إضافية، وما عاد فيه الآن. هذا هو عبد الله الزوري أيضا اللاعب الذي شارك في المباراة الأولى. ما عاد في الآن أوقات إضافية إطلاقا، أي نتيجة الآن مسجلة في المباراة تؤدي بوصول أحد الفريقين، لأن في هدف الآن في المباراة، وعلى ذلك السعودي يتقدم وبسيره الآن يتنفس الصعداء. هذا الرجل والله اليوم في جريدة الوطن السعودية الكاتب الصحفي عبد الله الشيخي، عبد الله الشيخي شبه بسيره بمارادونا. لدينا محاولة، سلمان عيسى يسجل للمنتخب البحريني، الكرة إلى خارج أرضية الملعب من سلمان عيسى النجم أيضا الدولي البحريني الممتاز. لمسة ممتازة ممتازة، لو تأخر، لو عمل كنترول ممكن ما وصلت بهذه الصورة، لكن أيضا يحسب لناصر الشمراني أنه بدأ الهجمة وانطلق للأمام، ما وقف، ما استسلم، ما قال والله أنا أديت اللي علي، هو أكمل المهمة، وكانت مهمة ناجحة لناصر الشمراني هداف الدوري السعودي في العام الماضي، واللاعب الذي يكافئ مدربه بسيره على أنه سجل أول هدف هذه المباراة. كرة عالية ملعوبة الآن، الوضع الطبيعي أن يكون المنتخب السعودي بالهدف الآن في وضعية ممتازة، وضعية ممتازة، وضعية ممتازة، وفرصة هدف ثاني بقي على ياسر القحطاني. يراهن المنتخب السعودي وجماهيره على ثقافة الفوز، ثقافة الفوز عند اللاعب السعودي عندما يتعلق الأمر بالأوقات الصعبة، الأوقات اللي يحتاجها المنتخب السعودي، تجد اللاعب السعودي. طبعا نتحدث عن منتخب عنده 4 مشاركات متتالية في كأس العالم، ويأمل في 5 على التوالي. 94 طبعا بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظ الهدف المسجل للاعب الذي يخطف الأضواء ناصر الشمراني. لدينا الجماهير البحرينية القادمة من المنامة، وعندنا المدرب الكبير السيد ميلان ماتشالا، وعندنا أيضا ياسر القحطاني ب50 هدف على المستوى الدولي. وهنا متابعة من سمو الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز طبعا الرئيس العام لرعاية الشباب. لدينا محاولة من جانب المنتخب البحريني، والكرة من سلمان عيسى، والكرة لعبد الله فتاي، محاولة المرور في المرة الأولى، في المرة الثانية. يا سلام يا سلام يا سلام، فرصة المدافع، المدافع السعودي، كرة وقفت البحريني، توقف البحريني بالفعل الكرة الماضية. شوف لعبة، لعبة لعبد الله فتاي، عبد الله فتاي البديل مساء اليوم لمحمد سالمين، كاد ان يهدي البحرين التعادل في اللعبة الماضية، لكن مرة عدت. يرسل كرة امام مقطوعة من جانب المنتخب، ولدينا محاولة مرتدة، مرتدة للمنتخب السعودي في المكان الخطير، كرة ملعوبة، هذه خطيرة الان. ناصر الشمراني تأخر بعض الشيء، والتمريرة موجودة الآن، ولكن بعد ذلك تبعد من جانب سيد محمود جلال. ناصر الشمراني ينتظر الزميل، وزميله هو تيسير الجاسم، والكرة تعاد بذكاء أيضا من جانب محمد حبيل. طبعا محمد موجود في الملعب، وشقيقة علاء حبيل موجود في الاحتياط في قائمة البدلاء في مباراة اليوم. وناصر الشمراني حقيقة هو النجم السعودي الذي يخطف الأضواء من كل من في الملعب في شوط المباراة الأول. لكن 31 دقيقة، مشاهد الجزيرة الرياضية مستمتع، مشاهد الجزيرة الرياضية مستمتع، مستمتع، لأن السعودي والبحريني الأخضر والأحمر يقدمان مباراة مفتوحة كما كان الحال في مباراة الذهاب. هذه مباراة الإياب،
وفي أمسية الرياض، ولدينا الكرة الماضية. هذا هو فوزي عايش، اللاعب الذي طبعا هدف في مرمى قطر في المنامة، الهدف الذي ساهم في وصول البحرين إلى هذه المرحلة المتقدمة. وهذه لعبة ياسر القحطاني هنا، يعني كان بالإمكان مثلا أن يسدد لاعب ياسر أو ناصر الشمالي. كرة ملعوبة الآن، ضربة حرة، الكرة في المكان الخطير، الكرة في المكان الخطير، مرت على المرمى السعودي، مرت على المرمى السعودي. لعبة شوف ملعوبة سليمة، وسيد محمود جلال القائد، القائد الكابتن في المكان الخطير. طبعا كرة تخوف، اي نعم تخوف. سارع على نفس الطريق ونفس الدرب حسين عبد الغني. كرة ملعوبة الآن للمنتخب البحريني. 40 دقيقة مرت وخمس دقائق تفصلنا عن نهاية شوط المباراة الأول. البحريني يحاول الآن التسديدة سهلة، التسديدة ما كانت قوية، كانت سهلة بالفعل في اللعبة الماضية من جانب حسين علي لجيسي جونز. فوزي عايش، عبد الله فتاي لسيد محمود جلال. عبد الله فتاي يحاول البحريني، يحاول البحريني الآن، والكرة ملعوبة خطيرة. جول، جول، نعم، هدف بحريني، هدف بحريني، هدف تعادل للبحرين. وقد سجل جيسي جونز، جيسي جونز، بالتالي التعادل الآن، التعادل للبحرين في كرة ملعوبة سليمة، ملعوبة عرضية. طبعا شايف شيخ فواز الخليفة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في مملكة البحرين. كرة ملعوبة من عبد الله عمر، مرت من حسين بريه، لكن ما مرت وما عدت، المتابعة كانت حاضرة، والبحريني يعود الآن إلى المباراة. لعبة سليمة عرضية خطيرة أمام المرمى من عبد الله عمر، المتابعة كانت سليمة والنهاية كانت سليمة، وبالتالي جيسي جونز، جيسي، يا سلام. ولدينا محاولة من تيسير الجاسم، مرور ناجح في المرة الأولى، يا سلام، ملعوبة خطيرة وكرة فيها موجودة، وكرة خطيرة، تأخر عبد الله شهيل. شوط المباراة الثانية في أمسية الرياض، الشوط الأول الشوط اللي انتهى بالتعادل 1-1. السعودي سجل أول عن طريق ناصر الشمراني، البحريني بعد ذلك تعادل في الدقائق الأربع الأخيرة عن طريق جيسي جون. تعود الكرة في وسط الملعب ولمسة للأمام، وهذه خطيرة بالفعل، ملعوبة عرضية، عرضية موجودة، ولكن بعد ذلك المتابعة الآن لعبد الله الشيل. لعبة ياسر القحطاني، العرضية اللي مرت وعدت، والكرة الآن لتيسير الجاسم. لدينا محاولات سعودية حاضرة في الكرة الماضية، ولدينا بعد ذلك الكرة استقرت لأن تكون إلى ضربة ركنية. هذه محاولة ياسر القحطاني، مرت وعدت، المتابعة من عبد الله الشيل، الكرة بعد ذلك من تيسير الجاسم إلى ضربة ركنية. عودة كل لاعبي المنتخب البحريني، لأن الضغط السعودي متوقع، ولأن رغبة السعودي الآن في الوصول إلى الشباك البحرينية مرة أخرى موجودة، والكرة الآن تحولت عند حارس المرمى حسين عبد الغني إلى ناصر الشمراني. خذوا هات، هكذا فكر بجانب محمد نور، بالفعل عند محمد نور، وإرسال الكرة للأمام إلى ياسر القحطاني، أطول من ياسر القحطاني. حمامة السلام، حمامة السلام في أرضية استاد الملك فهد في الرياض، في أمسية الرياض. بالفعل لمسة ممتازة موجودة للأمام، ولدينا محاولة مرور، والكرة في المكان الخطير، والتسديدة وين؟ التسديدة وين؟ وين؟ أساسية للمنتخب السعودي في كأس الخليج. هنا محاولة، كرة ملعوبة خطيرة للأمام، للأمام، محمد حبيل شوف لعبة فعلا مرتدة. عبد الله فتاي أداء ممتاز كبير في مباراة اليوم، ومحمد حبيل كان في وضعية شبه انفراد، وضعية شبه انفراد للمنتخب البحريني لولا تدخل الدفاع السعودي في اللحظة الأخيرة. كرة إلى ضربة ركنية، وفوزي عايش،
وهذه النتيجة يا بسيرو حتى الآن، حتى الآن للبحرين، للبحريني، للبحريني. الكرة إلى ضربة ركلية الآن عالية وللأمام، وبالرأس أيضا، بالرأس ملعوبة، لكن أيضا بالرأس من جانب السيد محمد عدنان إلى خارج الملعب. أمسية الرياض حتى الآن بحرينية، وبهذه النتيجة السعودي يودع المشوار. ضربة حرة مباشرة، مالك معاذ، مالك معاذ يستعد، والجماهير السعودية أيضا في المدرجات تتفاعل مع عملية الإحماء لمالك معاذ. اللاعب الذي سيترك أرضية الملعب هو تيسير الجاسم، تيسير الجاسم، تيسير الجاسم. أنا في اعتقادي أن تيسير الجاسم كان أكثر ديناميكية، ديناميكية، كان أكثر حركية، كان أكثر إنتاجية من محمد نور، لكن ربما فضل الخبرة شوية. مرات الآن في 13 دقيقة الأخيرة يعني أنه بحاجة مثلا إلى موهبة محمد نور مثلا في الكرات العالية داخل منطقة الجزاء، هو مميز بالكرات العالية. لدينا محاولة ملعوبة الآن، وإسماعيل عبد اللطيف يتقدم للأمام، والكرة من أمامه تبعد وتحولت إلى وليد عبد الله، أسامة هوساوي. لكن أمام الفريقين 12 دقيقة، أمام المنتخبين 12 دقيقة من عمر المباراة، من زمن المباراة. للأمام محمد نور، والكرة ملعوبة الآن إلى مالك معاذ، ومالك معاذ سدد، ولكن وين؟ هذه بعيدة، هي اللمسة الأولى بالمناسبة بعد دخوله إلى أرضية الملعب. ولا زالت الجماهير في المدرجات البحرينية السعودية تؤازر لأن يكون الحضور العربي الأسيوي في بطولة كأس العالم ممثلا إما بالأحمر البحريني أو بالأحمر السعودي. ريجو البديل في اللحظات الماضية على تنفيذ ضربة حرة مباشرة إبعاد من وليد عبد الله، وكرة خطيرة وفرصة هدف، فرصة هدف ثاني للبحرين، لكن وليد عبد الله يتألق. جيسي جونز مرة أخرى، نعم جيسي جونز مرة أخرى، كرة كانت خطيرة. يعني وليد عبد الله لو ما ابعدها اطلاقا لا يلام، لا يلام، لا يلام، لكن لعبه في المكان الخالي من الرقابه حطها جيسي دونز، لكن يد وليد عبد الله، يد وليد عبد الله. شوف هذه الاولى ابعدها وليد عبد الله، العرضيه كانت خطيره وفي المكان الخطير وجيسي جونز، لكن تألق وليد عبد الله. أداء عمرك في هذه المباراة مفترض أن يكون كذلك كما ذكرت فعلا على كل لاعبي الفريقين معا، تقديم الأفضل. والمباراة الآن في الدقائق الأخيرة، والكرة من ضربة ركنية عالية والأمام، والكرة هكذا مرت إلى خارج الملعب من جانب ناصر الشمراني. مالك معاذ صنع الكثير من الهجمات، يقدم اداء بالفعل ممتاز هذا اللاعب عبد الله فتاي، اللاعب الذي عوض محمد سالمين الموقوف الغائب عن مباراه اليوم بداعي الانذار الثاني. مالك معاذ محاوله المرور، والعرضيه موجوده، والكره بالراس ملعوبه الان، والمحاوله قائمه، والكره عاليه وللامام، وبعد ذلك تحولت بان تكون الى خارج ارضيه الملعب. شايف الجماهير السعودية الكبيرة، والبعض بدأ في المغادرة من أرضية الملعب طبعا، لأن الأمور الآن عند دقيقة 88 وقد تبقى دقيقتين ليس إلا. بعد ذلك نبارك للأحمر البحريني، إلا إذا كان للأخضر السعودي رأيا مختلفا فيما تبقى من وقت لهذه المباراة المثيرة جدا. أسامة هوساوي من أمام إسماعيل عبد اللطيف. أسامة هوساوي اللاعب الذي كان مع الوحدة في مكة المكرمة، وبعد ذلك انتقل إلى نادي الهلال مقابل 13 مليون ريال.
على محاولة قائمة من حسين عبد الغني إلى سعود كريري، عالية وللأمام وإبعاد الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. دفاع بحريني واضح ومستميت للحفاظ على التأهل الثمين لمقابلة نيوزيلندا في أمسية الرياض الكبيرة. رمية تماس عن طريق حسين عبد الغني والكرة ملعوبة بالفعل للأمام، ومحاولة قائمة الآن لياسر القحطاني، تسديدة موجودة لكن بعيدة من حسن معاذ. حسن معاذ محاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. ثلاث دقائق، محاولة الآن إلى محمد دينور والكرة بعد ذلك تبعد، وحالة الترقب حاضرة ومستمرة، ترقب سعودي، ترقب بحريني في كل مكان في كل مكان. عالية وللأمام الآن من سعود كريري بالرأس، محاولة موجودة تصل الآن إلى القحطاني في المكان. المنتشري حمد المنتشري، حمد المنتشري هو من نشر الفرح في الجانب السعودي، وبالتالي المنتشري يصل بالسعودية حتى الآن. كرة ملعوبة، مالك معاذ موجودة ولعبة موجودة الآن للمنتخب السعودي للأمام. كرة مشتركة، لكن بين أن تكون الفرحة بحرينية وتتحول بعد ذلك لأن تكون سعودية، هي كرة القدم كذلك، هي كرة القدم كذلك. مرتد الآن، البحرين يبحث عن الوصول بهذه الكرة إلى الشباك السعودية، وسلمان عيسى يحاول المرور والكرة ملعوبة الآن. عرضية موجودة في أربع ركلية حاضرة، نعم أربع ركلية حاضرة، وبالتالي تغيرت الأمور بين لحظة وأخرى. وقد كانت الفرحة بحرينية، وقد كانت تأهل الآن. هذا كله يحدث في الوقت بدل الضايع. ضربة ركنية، شوف شوف رأسية عبد الله عمر أو عبد الله فتاي، عبد الله فتاي فتاي فتاي، وبالتالي البحرين، البحرين إلى كأس العالم. مباراة مجنونة، كل ما فيها مجنون حدثت في الدقائق الأولى، في الشوط الأول، في الشوط الثاني، في الوقت المحتسب بدل الضايع. البحريني كان الأقرب في الوقت بدل الضايع، السعودي كان الأقرب، الآن البحريني 2-2. البحرين لمقابلة نيوزيلندا. ألف 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 مبروك مشاهدي الجزيرة الرياضية. البحرين يقترب خطوة كبيرة من الوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى، والأخضر السعودي يودع كأس العالم
التي شارك فيها 4 مرات متتالية